مرحبا المتابعين، مرحبا بجديد، اهلا اليكم بفيديو جديد. بطبيعة الحال سوف اعطيكم الموقع الالكتروني اليوم الذي سوف تقوم بربح منه الكثير من المال من خلال مهام بسيطة. يعني فكرة الموقع انك سوف تقوم بتوفير، انت الان بالضبط تقوم بتوفير خدمة على الموقع ويقوم بها اشخاص اخرون، ثم تعطيهم مبلغ رمزي وانت تحصل على المال من الخدمة الاصلية، يعني الخدمة التي وفرتها على هذا الموقع سوف تحصل منها على المال. سوف اشرح لكم طريقة العمل، والطريقة الثانية للعمل في هذا الموقع هي ان تقوم انت بهذه المهام البسيطة التي يوفرها اشخاص اخرون على الموقع. طريقة العمل سهلة وبسيطة، فقط ركز معي في الخطوات التي سوف نقوم بها لكي تتمكن من فهم طريقة العمل وطريقة عمل هذا الموقع لتجني المال. يعني سوف تسحب المال من هذا الموقع من خلال عملات الكترونية وايضا من خلال العملات الاصلية مثل الاورو او الدولار. او شيء سوف تقوم به ايضا هو ان تقوم بتفعيل حسابك مقابل 12 دولار. سوف اترك لكم الرابط الخاص بالموقع، وسوف اشرح لكم جميع التفاصيل خاصة بالتفعيل وايضا طريقة توفير خدمة تجني منها المال او طريقة عمل تلك الخدمات لكي تحصل انت على المبلغ الرمزي. يعني طريقة العمل سهلة، ركز معي في الخطوات التي سوف اشرحها في هذا الفيديو، ولندخل لمشاهدة شرح تفاصيل هذا. هذا هو الموقع الذي تكلمت لكم عنه، ليتيوم، وموقع ليتيوم سوف اترك لكم الرابط الخاص به في الوصف حتى تقوموا بالدخول اليه والعمل عليه. فقط تابع طريقة العمل التي سوف اعطيكم وطريقة الربح من هذا الموقع بكل سهولة. ركز معي في الخطوات التي سوف نقوم بها. الان سوف تقوم بالدخول الى الموقع مباشرة، تقوم بالضغط على جوين. بهذا الشكل سوف تأتيك ثلاث خيارات، يمكنك تجميع حسابك عن طريق جوجل وعن طريق فيسبوك او عن طريق كتابة الايميل الخاص بك. انا قمت بالتسجيل في الموقع لذلك سوف اقوم بالدخول اليه ثم اعود اليكم حتى ترى طريقة العمل. نقوم بالتسجيل في الموقع. اصدقائي بعد ان قمنا بالتسجيل في الموقع سوف تأتيك هذه الشاشة مباشرة بهذا الشكل، واول شيء سوف تلاحظه هو وجود كلمة هنا موجودة get verified for only 12 دولار. سوف تقوم بتحقيق، يعني تقوم ب فيريفايد الحساب الخاص بك عفوا، تقوم ب يعني التاكيده من خلال وضع في الموقع 12 دولار، وهي 12 دولار لن ياخذها الموقع ولكن سوف تبقى في حسابك ويمكنك سحبها مره اخرى الى محفظتك او عن طريق باي بال او عن طريق الفيزا كارد او الماستر كارد الخاصه بك. يعني هذه هي الطريقه الاولى التي سوف تحتاجها في الموقع لكي تقوم بتاكيد حسابك. كما ترون سوف تاتيك هذه الخيارات هنا، اول شيء سوف تقوم به هو الضغط على براوزر كما ترون هنا، تقوم بالضغط على براوزر مباشرة، سوف نقوم بالضغط عليها مباشرة. سوف تأتيك هذه الخيارات هنا، ماذا سوف تفعل؟ أن تقوم بالضغط على Project for Paid، نقوم بالضغط عليها. سوف تأتي هنا وتقوم بكتابة مثلا App، سوف نقوم بكتابة App. حسنا عفوا، نقوم بتغيير اللغة فقط. نعم، سوف تأتيك عدة خيارات، كما ترون هناك عدة خيارات موجودة هنا، يمكنك اختيار أحدها. ومباشرة نحن سوف نقوم باختيار أب داونلود، مباشرة نقوم باختيار هذا الخيار الموجود هنا. انظر أصدقائي سوف تجد يعني بعض الأعمال الخاصة بتطبيقات التحميل، يعني تقوم بتحميل التطبيقات ومباشرة تحصل على المال كما ترون موجود هنا. جوجل بلاي بيتا داونلود أند تيست، تقوم بتجريب هذا التطبيق وتحصل على 5 دولار. يعني هذه طريقة العمل بسيطة جدا، ولكن يجب ان تقوم بتاكيد حسابك حتى تتمكن من العمل على الموقع وسحب الاموال الخاصه بك. نقوم بالضغط عليها بهذا الشكل، سوف تاتينا هذه الصفحه هنا. كما ترون عندما تقرا الشروط الخاصه به مباشره يطلب منك ان تقوم بتنزيل التطبيق الخاص به، وبطبيعه الحال سوف تقوم باتباع الارشادات الخاصه به حتى يتاكد هو من انك قمت بتحميل التطبيق وتاكد من انك وضعت الريفر الخاص بك. مباشره نقوم بكتابه له هنا طريقه بانك سوف تقوم بالقيام بهذا العمل، وسوف يتصل بك العميل مباشره لكي تقوم بالعمل وتحصل على الخمسة دولار الخاصه بك. هذه احد الطرق التي يمكنك ان تجني المال من خلال هذا التطبيق، من هذا الموقع عفوا. نعود اليه، هناك ايضا عده تطبيقات يمكنك القيام بها كما ترون هنا، ايضا عمل موجود، وهنا ايضا نفس العمل، ايضا موبيل اب تيست، تقوم بتجريب التطبيق وتحصل على 15 او 20 دولار مباشره ندخل اليه. كما ترون ما عليك سوى ان تقوم بمراسله صاحب المشروع مباشره بهذا الشكل، يعني يطلب منك ان تقوم بتنزيل التطبيق وتقوم بفحصه لمده يعني 5 دقائق او ساعه مباشره.
كما ترون looking for one hour functional test will be first thing Mr. Julie. يعني تقوم بتجربة التطبيق الخاص به وسوف تحصل على المهام. فقط ما عليك أن تقوم بالضغط هنا، تقوم بكتابة سعر العمل الذي يعني السعر الذي سوف تقوم به بهذا العمل، تقوم بمراسلته من خلال كتابة النص الموجود هنا، وسوف تحصل على 15 إلى 22 دولار بكل سهولة من خلال هذا العمل البسيط. نعم، هذه هي الطريقة الأولى للعمل. والطريقة الثانية للعمل هي أن تقوم أنت بنشر مهام بسيطة بهذا الشكل، مهام بسيطة بهذا الشكل، وتحصل على المال الخاص بك. مثلا لو نأتي بتطبيق فيه الريفر، يعني نقوم من الإحالة، نقوم بأخذ تطبيق ونقوم بالربح منه من الإحالة، نقوم بوضع التطبيق هنا ونضع السعر المهمة. أي شخص سوف يقوم بالمهمة سوف نعطيه بعض المال بطبيعة الحال، وعندما يقوم هو بتلك المهمة سوف نحصل نحن على المال من خلال الإحالة الخاص بنا للتطبيق أو أي موقع آخر أو أي خدمة أخرى. سوف نحصل نحن على الخدمة على المال من تلك الخدمة، وسوف ندفع للأشخاص مقابل تلك الخدمة التي سوف يقومون بها عنا، مقابلها سوف ندفع لهم سعر رمزي. يعني سوف تقوم فقط يعني لكي تقوم بذلك يجب أن تقوم مثلا فريلانسر، أو مثلا نقوم بالضغط على سيرفري. حسنا، سوف نقوم باختيار سيرفري ماي وورك ماي وورك. حسنا، سوف أريكم فقط طريقة وضع المشروع الخاص بك. حسنا، أين هي؟ فقط بعد الثواني. my world my works. حسنا، نعم تأتيك هنا كما ترون employer workers freelancer workers. سوف تقوم باختيار employer من خلال هذا الخيار الموجود هنا، وتقوم بالضغط هنا لكي تقوم بوضع المهمة الخاصة بك. service receive paid، يعني تقوم بوضع المهمة أو الخدمة التي سوف تضعها هنا، يعني تعطي للأشخاص الخدمة التي تريد أن يقوموا بها مقابل المال. تقوم باتباع الخطوات الموجودة هنا، وعندما يقومون بتلك المهمة سوف تحصل أنت على المال من الخدمة الأصلية، وفي نفس الوقت الشخص الذي قام بهذه الخدمة سوف تعطيه أنت سعر رمزي على تلك الخدمة التي قام بها بدلا عنك. يعني هذه هي طريقة العمل. ولكي تسحب بطبيعة الحال سوف تذهب إلى ماي والت، تقوم بالضغط عليها، سوف تجد عدة طرق للسحب هنا. كما ترون يمكنك ان تسحب عن طريق الفيزا كارت من خلال الضغط على كريديت كارد بهذا الشكل، وتقوم باختيار الحد الادنى للسحب كما ترون هنا مباشرة، او عن طريق الكريبتو يمكنك سحبها عن طريق الكريبتو. ولكن اول شيء لكي تقوم بذلك ويجب ان تقوم ب يعني تفعيل حسابك كما ترون get verified for only 12. تقوم بتفعيل حسابك مقابل 12 دولار، ولكن هذه المال سوف تقوم بإعادتها إلى حسابك دون أن تقوم بتركها في الموقع، فقط حتى يتأكدوا بأنك سوف تدفع للأشخاص الذين سوف يقومون بالخدمات الخاصة بك. هذه طريقة عمل هذا الموقع البسيط والجميل. كما أنك يمكنك أن تقوم بوضع خدمات خاصة بك كما ترون، مثل أنا مثل ما فعلت أنا لدي هذه الخدمة، أقدم هذه الخدمة هنا على هذا الموقع. هي خاصة بتحسين ترتيب المواقع الإلكترونية على محرك جوجل. أي شخص لديه موقع إلكتروني يريد تحسين ترتيب موقعه على جوجل ويجلب الزيارة من جوجل يمكنه أن يتصل بي مباشرة ليقوم له بهذا العمل. سوف أترك لكم الرابط الخاص بحسابي على لينكدين في الوصف حتى تتمكنوا من الاتصال بي. كل شخص لديه موقع إلكتروني يريد تحسينه أو جلب زيارات من جوجل يمكنه أن يتصل بي، فلدي حسابي في لينكدين لكي أقوم بذلك. سوف أريكم، هذا هو حسابي على لينكدين، عفوا هذا هو حسابي على لينكدين كما ترون سيو اكسبرت ماركتينج. اي شخص لديه موقع الكتروني يريد جلب زيارات من جوجل او تحسين ترتيبه في جوجل او اي كلمات مفتاحيه خاصه بالسيو يمكنه ان يتواصل معي. سوف اترك لكم الرابط في الوصف حتى تتمكنوا من الدخول اليه والتواصل معي. يعني طريقه العمل في هذا الموقع سهله وبسيطه جدا، يمكن لاي شخص ان يقوم بالعمل على هذا الموقع والحصول على الكثير من المال من خلال هذه الطريقه. الموقع اصدقائي سوف تكسب المال بالطريقة التي أعطيتك إياها. قم بالدخول إلى الموقع، قم ببعض المهام البسيطة التي تجدها سهلة، قم بكسب المال من خلال هذا الموقع بتلك السهولة والأريحية. وأيضا إذا أردت أن تقوم بوضع بعض المهام الخاصة بك التي يقوم بإنجازها الأشخاص وتقوم بكسب المال أنت من تلك المهام الأصلية مقابل بعض المال التي سوف تعطيه للأشخاص الذين سوف يقومون بتلك المهمة البسيطة. يعني طريقة العمل سهلة وجميلة جدا. أيضا لا تنسى
تفعيل حسابك في هذا الموقع حتى تتمكن من السحب مباشرة. عندما تقوم بربح المال من الموقع سوف تتمكن من سحب المال بعد أن تقوم بتفعيل حسابك. وبالنسبة لمن يريد تحسين ترتيب مواقعه الإلكترونية في جوجل وجلب الزيارة فأترك لكم الرابط الخاص بحساب في لينكدين في الوصف حتى نتواصل ونتوصل إلى اتفاق لمن يريد ذلك. بطبيعة الحال شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.